أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله غدا قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. كنا قد وعدناكم في المحاضرة قبل السابقة أن نعرض نموذجا من نماذج انتقال بعض الأفراد من منتهى النصب والعداوة لأهل البيت صلوات الله عليهم إلى قمة الولاء والمشايعة له. فعرضنا نموذجا وهو نموذج السيد الحميري الشاعر المعروف الذي لقب بالسيد لأنه اعتبر سيد الشعراء على الإطلاق. هذا الرجل كما مر عليكم كان ابنا لخارجيين، والد ووالدة خارجيان، ومن شدة عدائهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو السيد الحميري بنفسه يقول كنت أسمعهما في كل يوم في قنوت صلاة الصبح يلعنون عليا. هذا الرجل تشيع. نحن الآن في معرض بيان نموذج آخر أيضا لا يقل دهشة عن ذلك النموذج، صاحب هذين البيتين: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني. من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الشاعر العظيم؟ هل يعلم بعض أن هذا الرجل كان في فترة من فترات حياته مكلفا بأن يقطع طريق زوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ بل أمه نذرت نذر سوت أمه أنه إن رزقني الله تعالى ولدا أكلفه بأن يقف لكي يقطع طريق القوافل التي ترد لزيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه في كربلاء. أي تربية هذه؟ يربي بعض أبناءه عليها. أي تربية هذه؟
ألا يستحي هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام أقلاً؟ ألا يستحون من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقولون نحن أتباع رسول الله، نحن مسلمون، ويربون أبناءهم على أن يقطعوا الطرق على زوار عترة رسول الله، سبط رسول الله. هذا أمر وقع وما زال يقع. أنتم لا تتصوروا أن هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الانتحارية الإرهابية والتفجيرية في كربلاء المقدسة وسائر العتبات، هؤلاء يقومون بذلك اعتباطا. كلا، هم يتدينون بذلك، يتعبدون بذلك، عندهم أن هذه عبادة. أقطع طريق زوار الحسين عبادة، أهدم قبة الحسين عبادة، قبة رسول الله أفتوا بوجوب هدمها، حتى قبة رسول الله ما جعلوا لها اعتبارا. هاي عبادة عندهم. قتل الشيعي عندهم من أعظم القربات إلى الله. حدثني بعض رجال العلم والدين الباكستانيين أنه هذه الميليشيا الوهابية الإرهابية الوحشية في باكستان، والتي قامت مؤخراً أيضاً، ورأيتم في الأخبار كيف أنه قاموا بتفجير مساجد وحسينيات الشيعة في باكستان، وأوقعوا العشرات من الشهداء والضحايا الأبرياء. حدثني هؤلاء الإخوة أنه هذه الميليشيا التي تطلق على نفسها حرس الصحابة، حرس الصحابة، سپاه الصحابة، هذه الميليشيا الأفراد الذين يلبسون الأحزمة الناسفة ويتوجهون لتفجير مراكز الشيعة يوصون في وصاياهم شرعاً أنه ادفنوني بدمائي التي عليها دماء، ادفنوني بثيابي التي عليها دماء الشيعة حتى ألقى الإله وبين يدي دماء الروافض، حتى أدخل الجنة بهذه الدماء. شوف العقلية، شوف الإجرام. أناس يتقربون إلى الله بالقتل، بالقتل. هذا الرجل كان من جملة هؤلاء، اسمه جمال الدين وكنيته أبو الحسن، أبو الحسن جمال الدين الخلعي أو الخليعي، وسيأتي السبب في إطلاق هذا الوصف عليه أو هذا النعت عليه. على أي حال، وكثير منكم سمع هذه القصة، الرجل توجه بالفعل إلى الطرق التي تؤدي إلى كربلاء المقدسة، وهنالك مكث أملا في أن يأتي بعض الشيعة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام في ذلك الزمان، قرابة ما قبل 600 عام مضى، حتى يتقرب إلى الله بقتله ويفي بنذر أمه. ما الذي وقع؟ أخذته غفوة، وفي تلك الحالة في فترة هذه الغفوة كان زوار الحسين عليه السلام قد مروا إلى جواره دون أن يشعر بهم، لكن علق بعض من تراب أقدام زوار الحسين على هذا الرجل. القافلة حينما تسير تثير معها التراب والغبار، خصوصا في ذلك الزمان، بل إلى هذا اليوم تشوفون المشاية من يمشون، وحتى صور تبين أنه الغبار يتطاير والتراب يتطاير، لأن الجميع يتراكض نحو سيد الشهداء صلوات الله عليه.
فهذا وقع عليه شيء من هذا التراب. تراب من؟ أقدام زوار الحسين صلوات الله عليه. وإذا بهذا الرجل في حالة المنام يرى كأن القيامة قد قامت، وبدأ يساق به إلى جهنم سوقا، وبالفعل على وشك أن يلقى في جهنم. وإذا بنداء أن أوقفوا إلقاءه، لماذا؟ لأن النار لن تمس جسمه، أكو عليه حجاب حماية موجود على جسمه. ما هي هذه الحماية؟ غبار زوار الحسين صلوات الله عليه. قام الرجل مرعوبا، وبالفعل وجد الغبار والتراب على بدنه، ما تمالك نفسه وأجهش بالبكاء. أين كنت وكيف أصبحت؟ إذا التراب أقدام زوار الحسين تقيني من النار، فكيف إذا أصبحت أنا في روحي في قلبي مواليا للحسين؟ إذا دمائي كانت تهتف يا حسين، تمسني النار؟ لا نار الدنيا ولا نار الآخرة. فالرجل يتوب إلى الله ويتوجه ليغتسل في النهر، وبعد ذلك يأتي إلى الحسين صلوات الله عليه باكيا تائبا، وينظم هذين البيتين: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. لما دخل إلى الحرم الحسيني المقدس أنشأ قصيدة في الحسين صلوات الله عليه غير هذين البيتين، وتجدون القصيدة مذكورة في موسوعة الغدير للعلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه مع ترجمة لهذا الرجل. فلما أنشأ القصيدة وكان واقفا على إحدى أبواب الروضة المطهرة، أنشأ القصيدة وبعدما انتهى منها إذا بستار من الباب يهبط عليه، فعلم الجميع بأن هذه هدية من الحسين، فلذلك لقب بالخلعي في لغة العرب، وهذا كان مشهور في ذلك الزمان، أنه قصيدة يأتي إلى ملك، رجل مثلا صاحب قصيدة في مدح أحد الملوك، يأتي أمامه أمام عرشه ويذكر قصيدته، فيقوم هذا الرجل الخليفة العباسي مثلا الحاكم الملك يقوم ويخلع عليه. يخلع عليه يعني ماذا؟ يعني يذهب مثلا يأخذ عباءته الثمينة ويضعها عليه، مثلا يأخذ شيئا من ثيابه الفاخرة ويضعها عليه. هذا كان منتهى الإجلال والإكرام، أن يخلع عليه شيئا، أن يعطيه شيئا ولكن يقلده إياه، هذا كان يعتبر قمة التبجيل، قمة الاحترام. فالحسين صلوات الله عليه عامل هذا الرجل هكذا، أعطاه ستارة من الستائر التي هي مذهبة ومطرزة وقيمة، وخلعها عليه. كل أيضا من في الحضرة الشريفة سلموا بأن هذه كرامة من الحسين صلوات الله عليه، وبالفعل كان قد أخذ تلك الستارة وكان يتبرك بها، ومن هنا قيل له الخلعي أو الخليعي. وثم بعد ذلك بدأ ينظم الأشعار، تبرأ من ملته السابقة، ملة النصب والعداوة لأهل البيت،
صلوات الله عليهم، وبدأ ينظم الأشعار في موالاتهم والبراءة من أعدائهم. فمن جملة أشعاره قوله هذا: لقبت بالرفض وهو أشرف لي من ناصبي بالكفر مشتهري. لأنه بدأوا يعيرونه، قومه بدأوا بتعييره أنه تركتنا وأصبحت رافضيا، أفخر بأن أكون رافضيا. نعم، رفضت أعداء أهل البيت، رفضت الظلمة، رفضت الفسقة، رفضت الذين انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، رفضت الظالمين والطغاة. هذا فخر. المخالفين بعضهم يتصورون أنهم حينما يسموننا روافض فإننا يعني نتأذى من ذلك أو نخجل من ذلك. كلا، اقرأوا التاريخ، اقرأوا أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، انظروا كيف الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يسمي شيعته بالروافض، وكان يقول: هذه تسمية نحلكموها الله تبارك وتعالى، يعني رفضتم الظلم، رفضتم البدع، وأن هذه التسمية كانت تسمية للذين رفضوا عبادة العجل من بني إسرائيل. لما موسى عليه الصلاة والسلام غاب عن قومه وجاء السامري وفتن بني إسرائيل وأمرهم بعبادة العجل، جماعة من المؤمنين قالوا: نرفض ذلك. فأطلق عليهم هذا اللقب: أنتم الرافضة، أنتم الرافضة. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: كما أن أولئك كانوا الرافضة، أنتم أيضا الرافضة. هذا السامري وعجله. الأمر سيان. فنحن نفخر بهذه التسمية، نفخر بهذا الوصف. كذلك ها هنا يقول: لقبت بالرفض وهو أشرف لي من ناصبي بالكفر مشتهري. نعم، رفضت الطاغوت والجبت واستخلصت ودي للأنجم الزهري صلوات الله عليهم. رفضت الجبت والطاغوت، رفضت أبا بكر وعمر، أفخر بذلك، واستخلصت ودي للأنجم الزهري، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم نجوم في سماء الإيمان، في سماء الإسلام، في سماء التقوى، في سماء الفضيلة. لم لا؟ جرت بينه وبين أحد الشعراء الشيعة المعروفين والمشهورين، وهو ابن حماد. جرت بينه وبين ذلك الشاعر الذي هو شيعي أصلا مفاخرة، أنه يعني مثل تحدي، أنه من منا شعره في مدح أهل البيت أقوى من الآخر، كل تحدى الآخر، وكل كان يحسب أن مديحه لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أفضل وأرقى من مستوى مديح الشخص الآخر. فاتفقا على أن ينظم كل واحد منهما قصيدة عصماء في مدح أمير المؤمنين ومولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتوجها إلى النجف الأشرف ويضعا قصيدتهما، قصيدتيهما في الضريح المقدس ويرون الجواب. سابقا ومع الأسف الآن هذا الأمر قل في نفوس بعض الناس ممن ينتسب إلى التشيع، سابقا كان عند الشيعة عقيدة راسخة في أهل البيت صلوات الله عليهم وفي أضرحتهم المقدسة. يحدثنا التاريخ أنه ذات مرة من المرات اثنان من علمائنا
اختلفا في مسألة فقهية، أحدهما كان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، اختلفا في مسألة فقهية فما وصلا إلى حل، فكتب كل منهما رقعة ووضعها في ضريح أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لحظات جاء الجواب من أمير المؤمنين أنه الحق مع ابني والشيخ معتمدي، هكذا تقول الرواية. فها هنا نفس المثال، هذان الشاعران توجها إلى ضريح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهما معتقدان تمام الاعتقاد بأن أمير المؤمنين يجيبهما، أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي. فكل منهما وضع القصيدة في الضريح العلوي المقدس وهم يحكمان، وهما يحكمان الإمام أنه أينا أفضل. لحظات وإذا خرجت قصيدة الخلعي، هذا الشاعر الناصبي سابقا والشيعي حاليا، خرجت القصيدة ذاتها، ذات القصيدة رجعت ولكن مكتوبة بماء الذهب، يعني هو كتب القصيدة بالحبر العادي في ذلك الزمان ووضع الرقعة في الضريح المقدس، لحظات رجعت وإذا القصيدة على نفس الرقعة ولكن كلها مكتوبة بالذهب، بماء الذهب، فالكل عرف بأن هذه كرامة من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. زين، ابن حماد أيضا رجعت قصيدته ولكن كانت مكتوبة بماء الفضة، فتأثر ابن حماد فماذا قال لأمير المؤمنين عليه السلام؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أنا محبك القديم وهذا حديث العهد بولائك. اتفضل علي، ترجع قصيدته مكتوبة بماء الذهب، يعني شنو يعني قصيدة هذا أفضل من قصيدتك؟ يعني النسبة ما بين قصيدة هذا الرجل وقصيدتك كالنسبة بين الذهب والفضة. فأنا محبك القديم وهذا حديث العهد بولائك، هكذا تفضله علي. بالليل يرى ابن حماد أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، فماذا يقول له؟ يقول له: إنك منا وإنه حديث عهد بأمرنا فمن اللازم رعايته. هذا قريب العهد، حديث العهد، شيعي جديد، فلازم إحنا نرعاه أكثر، أما أنت قديم. فمن هذا الباب جاءت قصيدته أو رجعت بماء الذهب. ومن أشعار هذا الرجل العظيم قوله وهو يخاطب مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أصبحت مولا لنا وكنت أخا، فافخر فقد حزت، فافخر فقد حست خير مفتخري، خير مفتخري، تالله ما ذنب من يقيس إلى نعلك من قدموا بمغتفري. حقيقة بيتين عظيمين، دقق. يقول: أصبحت مولا لنا وكنت أخا، يعني أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فافخر فقد حزت خير مفتخري. زين، تالله، تالله يعني والله، ما ذنب من يقيس إلى نعلك من قدموا بمغتفري. الله لن يغفر من يقيس بنعلك يا أمير المؤمنين من تقدم عليك بالخلافة والحكم. يعني أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء الذين تقدموا عليك، هؤلاء لا يساوون نعلك يا علي بن أبي طالب، ومن يقدمهم عليك ذنبه، بل على نعلك، مو عليك، من يقدمهم على نعلك هذا ذنبه ليس بمغتفري أبداً. شوف شلون كلمات تهز الوجدان.
تهز الوجدان. من؟ رجل بالأمس القريب كان ناصبيا يقطع طريق زوار الحسين. الله أكبر، شوف شلون التشيع يحول النفوس، يحول الوجدان، يحول الضمائر، يستيقظ الضمائر. هذا هو التشيع. إلى اليوم المخالفين دايخين، كيف نوقف الغزو الشيعي؟ عمي ما تقدر توقف الغزو الشيعي، الغزو الشيعي دين الله، هذا إسلام، ولاية أهل البيت تدخل في القلوب، في الأرواح. أي أرواح؟ الأرواح الطيبة، القلوب السليمة. فما دام هنالك أرواح طيبة وقلوب سليمة، التشيع سيتمدد، والعالم كله سينطق ويهتف مناديا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لك أخلصت الولا يا صاحب العلم الغزير، هذا من أشعاري. ولمن عاداك مني كل ما يخزيه من شتم ولعن ودحوري، يعني طرد وإبعاد، أدحره هذا الذي يعاديك، هكذا أنا أعامله. أنت لك مني الولاء يا صاحب العلم الغزير، أما من عاداك شنو؟ على رأسه. كل ما يخزيه من شتم ولعن ودحوري. شوف الكلمات: أسماؤك المشرقات في أوجه القرآن، في كل سورة غرر. سماك رب العباد قسورة، من حيث فروا كأنهم حمر. جمع الحمار أجلكم الله. أنت القسورة، الليث، الأسد، أما البقية ماذا؟ فروا كأنهم حمر. يا صاحب الأمر في يوم الغدير، وقد بخبخ لما وليته عمر. لما جرت مبايعة أمير المؤمنين في يوم الغدير، جاء عمر وقال لعلي: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. يا صاحب الأمر في يوم الغدير، وقد بخبخ لما وليته عمر، لو شئت ما مد حبتر يده. الحبتر شنو؟ علمتم من المحاضرات السابقة، الثعلب، كناية عن من؟ عن أبي بكر، لأنه كان ثعلبا ماكرا داهية قريش كما يقر المخالفون في مصادرهم. يقولون أبو بكر كان داهية من دهات قريش، ماكر ثعلب. لو شئت يا علي بن أبي طالب ما مد حبتر يده لها، للخلافة، ولا نال حكمها زفر عمر، لكن تأنيت في الأمور ولم تعجل عليهم وأنت مقتدر. لا يتصورن أحد أن سيف علي كان فيه خلل حينما جرى انقلاب السقيفة المشؤوم، أو أن علي كان قد تثبط عن الجهاد وعن مقارعة الأبطال. أبدا، ماكو خلل في سيف علي، ولا كان علي قد ضعفت قواه، ولكن أمر الله، أمر رسول الله يا علي، هذا هو الشرط، هكذا قال رسول الله. هؤلاء سيقومون بانقلاب عليك وينتزعون الحكم والخلافة منك، إذا تريد أن تجاهد شرط أكو أن يكون معك 40 رجلا، 40 ناصرا، إذا اكتملت هذه العدة ترفع السيف في وجوههم، ما تكتمل هذه العدة ممنوع.
عينا مثل ما حصل بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان جبان والعياذ بالله قبل معركة بدر الكبرى أبدا. مع ذلك كانت حملات المشركين وكفار مكة وقريش على المسلمين تتوالى، كلما المسلمون يفزعون ويأتون إلى رسول الله ويقولون يا رسول الله أعطنا إذنا بالجهاد، يقول لم تكتمل العدة، أمر الله لم يأتي، ما اكتملت العدة. كم عدد العدة؟ 313 رجل. خلي تكتمل هذه العدة آذن لكم بالجهاد. بالفعل لما اكتملت هذه العدة أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله الحرب على قريش. نفس الشيء إمامنا المهدي صلوات الله عليه وأرواحنا فداه، هو ينتظر منا أن نكمل العدة وفضيحتاه في عالم التشيع ليس هنالك 313 رجل مخلص مستعد للحرب والجهاد وفضيحته. في الروايات الشريفة تقول إذا هذا العدد يتوفر عدة بدر 313 إمامكم الحجة يظهر. شوف فيها الملايين الذين يتحدثون يقولون نحن شيعة وبأبي أنت وأمي وهيهات منا الذلة ويا صاحب الأمر عجل. وين هو الإمام الصادق صلوات الله عليه حذرنا من ذلك، أنه بس خل يظهر الإمام الحجة صلوات الله عليه ويطلب منكم نصرتنا ستقولون له ماذا؟ لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم إلى هذه الدرجة. تقية ستنقلب من مجرد رخصة شرعية الله شرعها رحمة بعباده ستنقلب إلى مرض يمنع الشيعة من النهضة. الآن شوف أنت في زماننا هذا تنطق بالحق يقول لك لا تنطق، تقية حكم التقية ما فاهم هو لا تقية شنو معناها شنو حكمها أين متى تشرع التقية أصلا ما فاهم، معلق كل شيء على شنو على التقية، كل شيء على التقية. لا يا أخي، التقية لها شرائط، هنالك موازين دقيقة في الفقه الإسلامي تبيح لك التقية في بعض الموارد، رخصة لا عزيمة. هذا التحول السيء في مفهوم التقية مع الأسف والذي ساهمت فيه أحزاب بترية منحرفة مندسة في الوسط الشيعي، هذه هي التي جعلت الطغاة يتسلطون علينا ويقتلوننا ويضطهدوننا، هذه هي التي جعلتنا الآن نتأخر، وهذه بلا شك كما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه سبب رئيسي في تأخير الظهور. الإمام الصادق صلوات الله عليه يتحدث بصراحة يقول لكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم. تريدون أن تركنوا إلى الدعة إلى السكون إلى الهدوء، وين هذا الإمام جاي يعلن الحرب على العالم كله ويريدنا أن نذهب معه؟ نحن نريد المصالحة الوطنية، نحن نريد أن حالة وئام، السلم الاجتماعي، سلم الاجتماعي مع من يستحق السلم. لا أمان لأعداء الأمان، لا سلامة لأعداء السلام. هسه بالله عليك أمثال آل سعود شلون تسوي معهم مصالحة؟ هؤلاء سلم اجتماعي شلون تسوي مع آل سعود والنواصب؟ كيف؟ نعم مع عموم المخالفين المستضعفين الأبرياء منهم أنعم وأكرم ما عندنا مشكلة، سلم اجتماعي نسوي، مصالحة وطنية نسوي مو مشكلة. أما مع آل سعود الذين تلوثت أياديهم بدمائنا انتهكوا أعراضنا، هؤلاء نحن نصافحهم نجري معهم مصالحة؟
دع عنك هذا، آل سعود الذين ارتكبوا جريمة هي في قاموسنا أعظم الجرائم، هدم مراقد يا أئمة البقيع صلوات الله عليهم. الله أكبر، هذا الأمر لو كان يجري في زمان سابق حيث الشيعة الأبطال لما هدأت فورة التشيع وثورة الشيعة أبدا إلا أن يرجعوا هذه المراقد من جديد ولو على حساب أرواحهم. أما إحنا نيام ونسمي أنفسنا شيعة كأنه ماكو شيء. بالله عليك إذا يهدمون بيتك شي يصير بيك؟ تتحمل؟ ألا تثور ليل نهار محاولا إرجاع بيتك من جديد والاقتصاص ممن ظلمك وهدم بيتك؟ هؤلاء هدموا مراقدنا المقدسة، مراقد أئمة أهل البيت، سووها بالتراب وضربوا حصارا إرهابيا على ضريح نبي الله صلى الله عليه وآله. تريد أن تقترب من هذا الضريح تقبله ما تتمكن. هؤلاء الجلاوز الآمرين بالمنكر يدفعونك ويكفرونك، هذه جرائم. هؤلاء يجب أن يعاقبوا، يجب أن يحاكموا ولو حسب الأعراف الدولية. لما لا يرفع الشيعة المؤمنون قضايا في المحاكم الدولية، محكمة لاهاي وغير لاهاي، على آل سعود يحاسبون ويجرمون؟ لماذا؟ لما لا تندفع الأمة الشيعية بهذا الاتجاه؟ لما نحن فقط باقون في الشعارات والدعايات؟ نحتاج إلى تحرك حقيقي وجذري، تحرك مع الدول الكبرى، مع الأمم المتحدة، مع منظمات حقوق الإنسان، مع المحاكم الدولية. يجب أن نحاصر هذا النظام الإرهابي من كل جانب، وكذلك كل الأنظمة الإرهابية التي تجرعنا الويلات. ماذا يقول إخوتنا في البحرين؟ اسألوا إخواننا الشيعة في البحرين كيف يعانون من هذه الحكومة الناصبية. اسألوا إخواننا في اليمن، إخواننا في مصر، الآن التشيع في كل البلدان، كل البلدان. شوفوا الشيعة كيف يعانون من ظلم هذه الحكومات. ومن نادى يا للمسلمين ولم يجبه فليس منهم. من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم. إذا تسمع صرخة المظلوم أخيك في الدين ولا تجيبه ولا تنصره بما تتمكن، فاعلم أنك لست بمسلم حقا بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله. المطلوب هو أن نتجه في هذا الاتجاه، المطلوب أن نقف بحزم أمام كل جهة تحاول أن تضطهد الشيعة وكل جهة تسيء إلى التشيع. نحن لسنا أهل حرب، نحن لسنا دعاة حرب، نحن الشيعة نسالم من سالمنا، ولكن يجب أن نحارب من حاربنا أيضا، لا أن نسالم من حاربنا، هذا خلاف حكم الله. أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. لما تقوم هذه الحكومة السعودية اللعينة بهدم مراقد أئمة البقيع صلوات الله عليهم، هذا الفعل حرب أم سلم؟ هذا إعلان حرب على أهل البيت. كيف يقبل أن يقوم بعض من يسمون أنفسهم رموزا للتشيع في تلك البلاد باحتضان الملك السعودي ومصافحة آل سعود، بل والتمجيد بآل سعود، بل والتسبيح بحمدهم بالغدو والآصال؟ هذه هي مشكلتنا أيها الإخوة، مشكلتنا
أن البعض يبيع مبادئه باسم التشيع، يضع عمامة على رأسه فهو يمثل التشيع في وطنه في بلده. بالأمس تعلق الجماهير آمالها عليه أملاً في أن ينهض ضد هذه الحكومات الجائرة ويرجع الحقوق الشيعية، وإذا به تجده ينكص ويتصالح ويعقد الصفقات ويرجع إلى تلك البلاد مسبحاً بحمد آل سعود. هذه مشكلة كبيرة ينبغي على الأمة الشيعية ألا تسلم زمام أمورها لأي كان. انتخب الصالح، انتقي الإنسان المؤمن الذي تطمئن إليه، الإنسان الذي ينطق الحق ولو على رقبته. قلت لكم سابقا أن هذه المسألة إجماعية عند الفقهاء، ارجعوا إلى المتون الفقهية تجدون هذه المسألة، أنه إذا كان العالم الديني أو من يقتدى به في المجتمع الديني إذا عمل بالتقية فإن همة المجتمع تنكسر ويحل الباطل محل الحق. هنا بإجماع الفقهاء تحرم عليه التقية ويجب عليه أن ينطق بالحق، وإن تطلب ذلك أن يمد رقبته للسيف. هكذا قال أئمتنا المعصومون صلوات الله عليه. لهذا أنت حينما ترجع إلى التاريخ، إلى سيرة أصحاب أهل البيت الأبرار، ترى هذا المعنى يتجلى لك. حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الحواري من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا الرجل العظيم أمير المؤمنين، قال له ما مضمونه؟ أنه كيف بك يا حجر إذا طلبت منك البراءة مني، تبرأ مني؟ يوما ما سيأتون ويطلبون منك أن تبرأ من مولاك علي بن أبي طالب، فماذا تفعل؟ قال يا أمير المؤمنين إني لا أفعل ذلك. قال عليه السلام إذن والله تصلب ويقطع لسانك. قال حجر أصبر يا أمير المؤمنين فإن ذلك في الله قليل، هذا قليل في الله، أن أعذب في محبتك وولائك يا علي بن أبي طالب هذا قليل، هذا لا شيء، حقيقة لا شيء. ولذلك نحن نحيي هؤلاء الأبطال اللي في السنوات الأخيرة في اللطيفية وغير اللطيفية جاءوا لهم بصورة علي بن أبي طالب المنسوبة، الصورة المنسوبة، وقالوا لهم دوسوا على هذه الصورة أو ابصقوا عليها وإلا نقتلكم، ما قبلوا وكانوا شجعان، قتلوا وهم شهداء عند الله، شهداء حتما عند الله، ولهم الفخر ورؤوسهم عالية أمام علي بن أبي طالب يوم القيامة. هؤلاء نماذج نفخر بهم، رجال نساء أطفال، والله أطفال، ما قبلوا أن يقوموا بهذا الصنيع ويتنكروا لأمير المؤمنين ويرضخوا لهؤلاء الإرهابيين القتلة. اقتلونا والله لا نتزحزح ذرة عن موالاة أهل البيت والبراءة من أعدائه. حجر بن عدي قال لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أصبر فإن ذلك في الله قليل، فماذا أجابه أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ قال إذن تكون معي في درجتي. الله أكبر، ترى مو كلمة هينة هذه، أن إنسان يرتفع في الجنة في المراتب ويصبح في الدرجة التي فيها أمير المؤمنين، هذه الدرجة يغبطه عليها أنبياء الله العظام
أنبياء الله يأملون يدعون الله ليل نهار أنه إلهي اجعلنا في درجة علي بن أبي طالب. تخيل أنه رجل ليس بنبي وهو حجر بن عدي يرفع ويرفع ويرفع حتى على بعض الأنبياء في الجنة ويصبح في درجة علي بن أبي طالب، درجة ثاني أعظم مخلوق على الإطلاق، ثاني أعظم مخلوق، أعظم مخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يتلوه مباشرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ليس أمرا هينا، ليس أمرا بسيطا، هذا يجب عليك أن تستفيد من موقف حجر بن عدي. حجر بن عدي لا شك ولا ريب أنه كان في ذلك الزمان، في ذلك الموقف لما طلبت منه البراءة من علي وهدد بأن يصلب ويقطع لسانه، كان يجوز له العمل بالتقية أم لا يجوز؟ لا شك يجوز، أصلا ماكو فقيه يقول أنه لا يجوز. في ذلك الموقف كان يمكن أن يعمل بهذه الرخصة، يخلص نفسه من القتل، لأن التقية ما هي؟ هو إظهار أمر محرم أو ارتكاب فعل محرم بالعنوان الأولي يصبح جائزا بالعنوان الثانوي بسبب ورود الضرر على الإنسان. إذا أكو ضرر عقلائي محتمل على الإنسان، الشارع يقول أنا رفعت عنك هذا الضرر، أنت بإمكانك حتى تتقي الضرر، ومن هنا جاءت كلمة التقية، حتى تتقي الضرر تظهر كلمة الكفر. ماكو مانع، ابرأ من علي بن أبي طالب، ماكو مانع. ولكن لم يختر الرجل أن يعمل بهذه التقية، بهذه الرخصة، ما اختار ذلك، آلى على نفسه إلا أن يصمد ويصبر، فإن ذلك في الله قليل. خلي ساعة من الزمن أتحمل الصلب وقطع اللسان وأنزف إلى أن أموت، إن هي إلا ساعة وبعد ذلك ألتقي بمولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كل هذا يروح، مو مهم. الإنسان المؤمن هكذا يشعر، هكذا يكون شعوره حقيقة. أنا والله أتعجب لما أقرأ في سيرة أصحاب الحسين صلوات الله عليه، حقيقة أتعجب، وإلى اليوم أنا لا أتمكن من أن أفسر هذا الأمر. في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أنه أصحاب الحسين، أصحاب الحسين لما كانوا يذبحون، لما كانوا يحزون رؤوسهم كانوا يضحكون، يضحكون، تسمع ضحكاتهم إلى هذه الدرجة. هذا بالله عليك شيء يمكن تخيله؟ أي درجة عظيمة وصل إليها هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم، بحيث أنه حرارة السيف في ذلك الموقف العصيب، هذا الألم الذي لا يطاق، يضحكون، يضحكون منهم، يبتسمون منهم، أصلاً وكأنهم غير مكترثين بهذا، مع ما في بدنهم من السهام والنبال والجراح وتقطيع الأعضاء، هذا في هاي اللحظات الأخيرة يقتلونه، يحزون رأسه، وهذا يضحك يبتسم. إلى هذه الدرجة وصل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما هي إلا لحظات وسنجتمع بالحسين صلوات الله عليه، نجتمع بأهل البيت، نجتمع برسول الله، بأمير المؤمنين، بفاطمة الزهراء، بأئمتنا الأطهار، بأنبياء الله العظام، بأصحابهم الأبرار صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا يهون علينا كل شيء في الدنيا، هو ألم ساعة تحمله. إذا وصل الإنسان إلى مثل هذا المقام، إلى مثل هذه الروحية، يحق له أن يفخر والله، أن يقول أنا المسلم، أنا المؤمن، أنا الموالي، أنا العلوي حقا، أنا الشيعي حقا. كثير من أصحاب أهل البيت
واقعا وصدقا سطروا أعظم البطولات في تاريخ البشرية، أصل لا نظير لها، سواء أصحاب رسول الله، أصحاب أمير المؤمنين، أصحاب أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم. انظروا ماذا قاسوا وماذا عانوا وكيف صبروا. دونك مثالا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم المجهول القدر، ولا يمكن لأحد أن يستوعب قدره حقيقة، هذا فوق التصور. هذا الرجل الذي عاش وحيدا، يا أبا ذر، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك. هذا تعويض عن وحدانيتك في الدنيا، أنه يوم القيامة حيث العرصات وحيث التدافع بين الناس هذا كله يتوقف، أنت وحدك فقط تحشر تدخل الجنة وأنت مرتاح، ما عليك أي شيء. يعني كل مراسم يوم القيامة تتوقف لأن أبا ذر سيمر أيها القوم، يدخل الجنة من أوسع أبوابها، تعويضا عن وحدانيته في الدنيا. ليش أبو ذر مات وحيدا؟ ليش أبو ذر عاش وحيدا؟ لأنه لم يقبل حتى لحظة أن يتنازل عن قول الحق. أمام أبي بكر وقف أمامه في المسجد النبوي الشريف وقال له: يا أبا بكر اتق الله، لقد بايعت عليا يوم غدير خم، وما طال العهد لتنسى. صدع بالحق في وجه سلطان جائر، هكذا صنع مع أبي بكر، مع عمر، ومع عثمان فالأمر معلوم، ومع معاوية فالأمر معلوم أيضا. تحمل الرجل، بالفعل عاش حياة صعبة ومات غريبا شهيدا لا شك، ولكنه يعوض في الآخرة. لنقتدي بهؤلاء حتى نصل. ولا أتعجب إذا وجدت بعضا من حديثي التشيع في أيامنا هذه حقيقة يظهرون من الإيمان والولاء والبسالة في الدفاع عن أهل البيت صلوات الله عليهم ما يفوق بعضا ممن هم من أصول شيعية، أنا بنفسي شاهد. ويا ليت يكثر هؤلاء، لو عندنا حقيقة نماذج كثيرة من هؤلاء احنا بخير حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على هذا المنهاج دوما وأبدا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.